السلام البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بألف خير ويلقاكم إن شاء الله في أحسن الأحوال. في الفيديو ديال اليوم غادي ناخدكم معايا في واحد دويرة خفيفة ظريفة في السوبر مارشي. غادي نشارك معكم الطاوة ديال السمك في الفرن والمشتريات اللي خديت مؤخرا لبنتي، وغادي نقترح عليكم واحد الوصفة بالبقايا ديال الخبز تقدروا تعتمدوها للفطور ولا للغدي. خليكم معايا حتى الآخر الفيديو. في الفيديو اللي فات كنت شاركت معكم التقضية الشهرية، وبزاف البنات عجباتهم الفكرة ديال السوبر، حتى الفكرة ديال السوبر مارشي اللي مشيت ليه. على فكرة كنشكر المتتبعات ديالي كاملين اللي معايا في القناة، لانهم هما اللي وراوه ليا، واول مرة حتى انا كنتقدى منه. وشاركت معكم في الفيديو اللي فات كاع الحويجات اللي جبت منه. في الفيديو ديال اليوم غادي ندير معكم واحد الدويرة خفيفة في السوبر مارشي. كما قلت لكم البنات راه فيه تقضية بالكمية، يعني على حسب العدد العائلة ديالك انتيا، تقدري تجيبي غير كيلو جوج كيلو، كاين حتى لي ساشي ديال 5 كيلو 10 كيلو، يعني على حسب الناس اللي عايشين في الدار. فيه كل شيء البنات، القطاني بجميع الانواع ديالها وماركات مختلفة، بحال كما كنوريكم دابا وريتكم العداس، الفول، السيمي ديال لينو اللي هي زريعة الكتان، الحبوب ديال الكينوا، كاين الشيا، كاين الشوفان، اي حاجه خطرت لكم على البال غادي تلقاوها. البرقوق الناشف كتبداو من 4 كتوصلوا حتى الكيلو 2 كيلو، الزبيب، المهم كل شيء، المكسرات، الكاوكاو، القرقاع، اللوز ايفيلي، الحمص، اللي خطرت لكم على البال غتلقاوها في السوبر مارشي. وراه كنظن كاين بزاف ديال المدن الايطاليه، المهم هذا اللي مشيت ليه انا كاين في مدينة بريشيا، وبالضبط مشيت ليه في البلاصة اللي سميتها أورزينوفي، حيت بزاف البنات قالوا يقولنا البلاصة بالضبط أورزينوفي. أنا درت النافيغاتوري هو اللي وصلني حتى ليه، لأن بعيد عليا بشي تقريبا بشي ساعة ديال المكانة، وما كنتش عارفه بالضبط فين كاين. دابا إن شاء الله نبقى نتقدم منه مرات أخرين. فيه هاد الدقيق، هذا أنا أول مرة كنشوف مكتوب بالعربية، دقيق خاص بالخبز العربي. البنات اللي سولوني على السميدة كاينة فيه، اللي قالوا لي ما عمرنا ردينا ليها البال، كاينة فيه كيف ما شاركت معكم في الفيديو اللي فات. جبت هذيك ديال 5 كيلو ب4.50 يورو، كيف ما كتشوفوا كنوريكم الثمن ديالها. المهم فيه الدقيق بجميع الأنواع ديالو، دقيق القمح الكامل، دقيقة الفورس، السميدة، المهم اي حاجه خطرت لكم على البال راه غتلقاوها فيه. فيه الجهه فين كاين داكشي ديال الحلوى، لي مول ديال الحلوى، داك العقيق الصغيوار، الملونات، دوك النجيمات، فيه العجينه ديال السكر بجميع الالوان، لي فخوي كونفي، هذوك المعسلين، الفلون، النشا، المهم اي حاجه ديال الحلوى غتلقاوها فيه. الكوك، اللوز ايفيلي، هذاك اللوز اللي كيكون مهرمش باش كنزوقوا الحلويات، الكاكاو المر والحلو باش كنديروا به الحلوى، الكوك، اي حاجه البنات خطرت لكم على البال غتلقاوها فيه. وكنظن ديروا غير في جوجل وديروا الاسم ديالو ايبر توزانو، راه غيطلع لكم الا كان شي واحد في الجهه اللي نتوما ساكنين فيها، غادي يطلع لكم. ديروا غير كما قلت لكم النافيغاتوري غادي يديكم حتى للبلاصه. البيض بحال هكا فيه 30 حبه، البلاطويات ديال البيض، التقضيه فيه زوينه صراحه. بالنسبه لي انا غنبقى نمشي ليه مثلا في شهرين، مره في شهرين، وناخذ منه كاع داكشي اللي يدي ليا بحال هكا الشهر والشهرين. ما كنتش وريتكم في الفيديو هاد لي فخوي هادو اللي مجمدين، بحال مثلا الفروتي دي بوسكو، هادو اللي مجمدين، بحال مثلا هذاك التوت البري، الفريز، المهم البنات فيه كلشي، هادشي زوين. انا جبت منه شويه درتو في الفريزر، بحال هكا ملي نبغي نصايب لي تشيز كيك، ولا نبغي نصايب العصير اللوح بحال هكا الحبات ديال الفريز. فيه الشوفان بجميع الانواع ديالو، جميع لي مارك، كيختلف غير لومبالاج كيف ما كتشوفوا. فيه النخاله حتى هي مطحونه، كنت وريتها لكم، كنت كنجيبها غير من واحد السوبر مارشي هنايا حدايا. الشوفان باثمنه مناسبه. شنو فيه الموسلي، هذاك اللي مخلط بالفواكه بحال هكا الفطور ديال الصباح. المهم البنات كما واخا غنبقى نهضر لكم بزاف عليه، ما غاديش نسالي، لان فيه كل شيء، الحويجات اللي خطرات لكم على البال غتلقاوها فيه. بالنسبه للغديوه ديال اليوم اللي غنقترح عليكم، درت شويه ديال الحوت في الفران. الحوت هذا سمك البوغا، والله ما عرفت شنو سميتو بالعربيه البنات، اللي عرفت سميتو بالعربيه تخليها لينا لتحت في التعليقات. المهم بالايطالية سميتو البوغا. المهم انا نقيتو وحيدت ليه المصارن ديالو اللي لداخل، وغسلته مزيان وخليته حتى ينشف. دابا غادي نوجد غير الشرموله العاديه ديال الحوت.
هنايا خديت الطبسيل ودرت فيه شويه ديال القزبر والمعدنوس اللي مقطعين، وغادي ندير العطريه كل حاجه منها شويه شويه، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، الخرقوم البلدي، وشويه ديال التحميره، والثومه. انا درت غير الثومه بودره، الا عندكم الثومه طريه ديروا واحد جوج ولا ثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه طريه. زيت الزيتون، البنات كيقولوا لي بزاف كطيبي بزيت الزيتون، هو اللي كنطيب بها البنات، ما كندخلش نهائيا زيت الروميه في الطياب. صافي، هنا غندير واحد العصير ديال الحامض، ومقياس واحد جوج معالق ديال العصير ديال الحامض. صافي، وهي الشرموله ديال الحوت واجده، غادي ندوز فيها هذوك القطع ديال السمك كلهم، ندخل فيهم الشرموله من الداخل ومن برا، وغادي ندوز نقي الخضيره ونوجدها اللي غادي نديرها مع هاد الطاوه هادي ديال الحوت. ديما فاش كنوجد معكم شي طاوه اللي ديال الخضر اللي كتدخل الفران، بزاف البنات كيقولوا لي ما كيطيبش لينا الخيزو، حتى كنسلقوه عاد كنديروه في الطاوه. انا ما عمرني البنات ما سلقته، كندير خيزو كنقطعو غير قطع رقيقه وكنديروه هو لتحت في الطاوه، وما كيجي فين يطيب الخضره الاخرى ويطيب مثلا الحوت ولا الدجاج ولا اللحم، على حسب شنو الطاوه اللي مدخله الفران كيكون حتى هو طايب. غير قطعوه قطع صغيورين. هنايا كيف ما شفتوا ستفت خيزو وستفت من فوق البطاطا، البطاطا ديما ديروها دواور يكونوا شويه غلاضين، حيت راكم عارفين هي دغيا كيدخلها الطياب. صافي، ودرت شويه غير ديال الفلفله الحمراء والصفراء وشويه ديال البصله، كل حاجه درت منها شويه شويه. غادي نستف هذوك القطع ديال السمك كيف ما شفتوا بحال هكا فوق الخضر. صافي، وغادي ندير لهم لاصوص من الفوق اللي غادي يطيبوا فيه. هذيك الشرموله اللي بقات لينا زدت لها واحد المعلقه ديال الحامض، واحد نص كاس ديال العصير ديال المطيشه. كيف ما شفتوا الخضره راه ما درتش ليها لقامه، دابا عاد غندير فوق هذا الصوص اللي بقى، وواحد نص كاس ديال الماء اللي غادي تطيب لينا فيه الطاوه ملي غندخلها للفران. صافي، نحركها مزيان ونوزعها من فوق بحال هكا الخضره وداك الحوت كامل. هذا هو المريقه اللي غطيب لينا فيها الخضر ويطيب لينا فيها الحوت، كافي داك نص كاس ديال الماء. غادي نغطي عليها بالورق ديال الزبده وبالبابي الومنيوم وندخلها للفران طيب. كتجي غديوه ساهله مهله، تقدروا تحضروها حتى لاخر لحظه، وصحيه حيت طيبه غير في الفران، ما احتاجيتش انني نقلي الحوت في الزيت، غادي تشرب بزاف ديال الزيت. من الاحسن دخلته بحال هكا للفران، جات محمره وزوينه. كما قلت لكم ضروري تغطيوها بورق الزبده والبابي الومنيوم حتى طيب الخضيره والسمك، عاد تعريو عليها باش تحمر لكم شويه من الفوق. كنتمنى تجربوا الطاوه ديال الفرن بالسمك اللي درت اليوم وتنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للحويجات اللي غنشارك معكم اليوم، غير بيجامات خديتهم لبنتي. البنات اللي عندهم وليد وجوج وثلاثه كنصحكم بالكسوه ديال بريمارك، فيها حويجات زوينين صراحه، لا سوى البنيتات ولا الوليدات، وفيها حتى اثمنه مناسبه. راكم عارفين الوليدات الصغار دغيا كيكبروا في السن ديالهم، ودغيا كتبدل لهم حتى لا طاي، يعني اللي عندها وليد ولا جوج ولا ثلاثه كنصحها بريمارك، اثمنه مناسبه واختيارات بحال هكا الكولونات، التريكويات، الجاكيطات، بحال هكا البيجامات ديال الدار، عندهم حويجات زوينين صراحه. خديت لها هاد البيجامه الاولى فيها الموتيف ديال ميني. كما قلت لكم البنات الا عندكم وليد ولا بنيته راه غتلقاو كاع دوك الرسوم اللي كيعجبوهم، بحال دابا ميني، إلسا، كارز، المهم سبايدر مان، كاع داكشي اللي كيعجبو وليداتكم غتلقاوهم في دايرينهم في البيجامات. خديت لها هادي، الثوب ديالهم بحال مصوف زويون، حتى في التصبين ساهل دغيا كيتصبن. كنت خديت ديما كناخذ لها صراحه من بريمارك البيجامات بحال هكا، كيصدقوا زوينين. كما قلت لكم يدوزوا غير البرد وتحيديهم، والبيجامات ديال الصيف يدوزوا غير الصيف وتحيدهم، لان كما قلت لكم راه الوليدات دغيا كتبدل لهم لا طاي. هذه بالسريويل ديالها في الشيبي مقطنه من الداخل وسخيخنه، والبنت ديالي انا عندها 10 سنين كناخذ لها في لا طاي 12 13 عام. ديما البيجامه خذوها شويه وافيه حيت كيبغيو يلعبوا بها يبغيو ينعسوا بها، خاصها تكون مريحه. البيجامه الاولى خديتها ب 9 اورو،
والبيجامات كلهم البيجامات ديال الوليدات ما كيفوتوش 13 اورو. هذيك الاولى ب 9 اورو وهذه حتى هي كيف ما كتشوفوا خديتها لها في البيض والكري مقطنه حتى هي. هذه الثانيه مقطنه اكثر على الاولى. زويون هذا الموتيف هي اللي اختارتهم صراحه. فيها السروال بحال هكا فيه الكري وفيه هذه الخطوطه هذو في البيض. الثمن ديالها حتى هي تقريبا حتى هي خديتها واقيله ومصوفه البنات من الداخل وسخيخنا. كنصحكم الى حداكم بريمارك كنصحكم بالكسوه لوليداتكم. هذه حتى هي خديتها ب 8 يورو. كنتمنى هاد البيجامات اللي شاركت معاكم. بالنسبه للبنات اللي حدايا هنا في بريشيا بريمارك راه كاين في الزونه ديال روكاندي اللي الا بغيتو تمشيو ليه فين كاين ال نوس وايكيا في نفس المول غادي تلقاوه. بالنسبه للاقتراح ديال الكوتي ولا الفطور غنقترح لكم واحد الوصفه ديال المعكازات البنات اللي ما فيها ما تصايب لا بغرير لا حرشه لا كيك لا والو. معلاه غير بالخبز البقايا ديال الخبز ولا بحال هكا انا خديت الباغيت ولا البان دومي ولا الخبز الساندويتش. زوينه هاد الاكله الوصفه هاد الخبز بالبيض كنا كناكلوه في الطفوله ديالنا. انا ديما كنديرو مره كنديرو للوليدات ديالي كان بحال هكا كيهنيني كنكون حايره شنو ندير كندير لهم هاد الخبز هذا. انا غنزيد لها غير واحد الاضافه غندير الحليب المركز المحلى غناخذ منه واحد جوج معالقات هو اللي كنزيدو عليها. اما هي راه عاديه كدير غير بالخبز والبيض والحليب. انا الحليب العادي السائل. المهم هنايا خديت جوج بيضات وغادي نزيد عليهم جوج معالق كبار ديال نيسلي ديال الحليب المركز المحلى كيعطي الخبز واحد اللذه زوينه بداك الحلاوه وداك الطعم اللي كيكون فيه. غادي نطرب مزيان هذوك جوج البيضات مع جوج معالق ديال نيسلي حتى يتخلطوا مزيان ومن بعد غادي نبقى ندوز فيهم هذوك القطع ديال الخبز. كما قلت لكم البنات اي خبز عندكم تقدروا ديروه. صافي غادي ندوز هذوك القطع ديال الخبز ونديرهم كيتقلاو. بالنسبه للبنات اللي كانوا سولوني على صوص كراميل هاد العلبه هذه ديال الحليب المركز المحلى اللي كتكون كراميل واش كتبع هنايا كاينه ولكن يمكن لكم تقدروا تصايبوها غير بهادي. تاخذوا هاد العلبه هذه وديروها في الكوكوت تحسبوا لها 45 دقيقه مني كتفتحوا عليها كتلقاوها ولات كراميل وتخدموا بها في داكشي اللي بغيتوا. ولا بغيتوا تصايبوها في الدار كنسبق ليا ونزلت لكم صوص كراميل صنع منزلي وصوص الشوكولا حتى هي صنع منزلي وما كيحتاجوش شي مقادير كثيره. البنات اللي مازال ما شافوهمش غادي نخلي لكم لتحت في صندوق الوصف الرابط ديال الفيديوهات ديال طريقه تحضير صوص كراميل وصوص شوكولا تمشيو تشوفوهم. بزاف البنات كانوا جربوهم ونالوا الاعجاب ديالهم ولاو كيعتمدوهم بزاف في التزيين ديال لي كيك وبزاف ديال الحوايج. المهم هنايا كيف ما شفتوا درت الزيت قليت فيه هذوك الطريفات ديال الخبز من الجهات بجوجهم. ما كيتشربش الزيت بزاف حيت دايرين فيه البيض من طبيعه الحال ما غاديش يتشرب بزاف ديال الزيت. الزيت اللي قليت فيه شرب منه غير شي شويه وبقى ليا. غادي نوريكم كيفاش كيجيو في الشكل ديالهم في دابا في الطبق ديال التقديم. من بعد ما كملتهم في القلي كيجيو على هذا الشكل. هذا كيجي زوين البنات بالاضافه اللي درت ديال الحليب نيسلي. غادي تجربوه وغادي يعجبكم كيجي اكثر لذه احسن من الحليب العادي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم ومن طبيعه الحال الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم بتعليقاتكم اللي كتزيد تشجعني. كنشكركم بزاف وكنقول لكم بسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. نهاركم سعيد وبسلامه عليكم.